كل لحظة وحضراتكم طيبين. فيها ايه يعني لما نتعاون مع بعض؟ مفيش حاجة. يبقى زكية زكريا عدها العيب. بصراحة. ما تيجوا نشوف. أهلا وسهلا. بس عشان ضوافر لسه عاملاها. اتفضل تعالى. اتفضل حضرتك. ثانية واحدة. احطهم كده على الأرض. فضي لي بقى الاكياس دي هنا. افضيها اقلبها؟ ايه؟ اقلبها على الترابيزه؟ اقلبها. ده ايه ده؟ دي كوكا. كوكا. طب يلا يلا. اتفضل تاني برضه؟ ايوه انا هجيب السبع ده كده. يلا اتفضل حضرتك. مالك مستغرب ليه؟ ازاي يا عم انا بتفضل حاجه طيب؟ ما دام ايه انسه لو تكرمت. اتفضل حضرتك استريح. ماشي. عايز مين؟ حساب. بس استريح ثواني. عشان بس ورا شغل. ده ثواني يا راجل بس. اقف يا ولاد. يلا بالنظام. يلا حبيبي اتفضل. اتفضل حساب بس عشان ثواني عشان نمشي مدام بس. ايوه ورا شغل. طيب عينيا الاثنين بيك يا خبر. انت فين ذوقك؟ دي ايه يا تروقه؟ دي تفاحات. برافو تروقه. يكسب ايه؟ ادي بونبوناي ده. اوكي برافو. نشيد التفاحة. لا مفيش نظام. تفاحة حمرا مع بعض. يلا انسه لو تكرمت. قلت لك قبل كده انسه. بعد اذنك. هي مدام. طب حضرتك اديني حساب خلينا نمشي. نشيد البرتقانة. برتقانة حمرا. برافو. كل واحد فيكم هياخد بلحايه. بس ما تاكلوهاش الا خد يا حبيبي. الا لما تتغسل. بلحايه. يلا يا حبيبي برافو عليكم. ومثيل ادبكم ورزقكم. برافو عليكم. مين ما خدش؟ يلا حبيبتي تتغسل قبل ما تتاكل. يلا يا روحي تتغسل قبل ما تتاكل. برافو. وعايزين نشكر عمو اللي جاب لنا الحاجات الحلوه دي. عمو يكسب ايه؟ بونبونيه. يكسب ايه؟ بونبونيه. يكسب ايه؟ لا مش انا عايز اديني حساب. خلينا نمشي حضرتك. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 بلحات. البلحية بكام يعني؟ قرش. يبقى 8 سير. 8 سيخ. ثانية واحدة. اتفضل حضرتك. ادي 10 سيخ. في قرشين ليا مش عايزاهم. خش على ولادك بحاجة جميلة. جيب لهم حاجة حلوة. يلا. أنا ليه 45 جنيه؟ أنا بتزعل ليه؟ أنا 10 ساغ. إيه ده؟ أديني 45 جنيه خلينا نمشي. أنا مديك حقك. 8 بلحات ومديك قرشين ساغ ب 20. ده حقي. أيوه. لا مش حقي. ده ليه 45 جنيه. يوه. في إيه؟ طب هات عشان بس لسه عامله دوافري دلوقتي. اتفضل تعالى. تعالى في ايه؟ السلام عليكم. صلاة الله زيك يا حاج. اتفضل ثواني بس اقفل الباب كده. ايوه برافو. نزلهم كلهم. ادلقهم يعني. ادلقهم انت؟ نعم. ادلقهم لا عشان دوافري لسه عاملاهم. ادلقهم لي انا. ايوه ده البلع. الله. ايوه لم كده. انت يا زوقه هايل.
برافو عليك. ايوه اتفضل استريح حضرتك ولا مؤاخذه. بص يا عمي وليك كده يا عمو. بص يا عمو اتفضل حضرتك ثواني بس. اتفضل اتفضل. يلا يا اولاد عايزه نشاط وحيويه. ها دي ايه؟ رمان. طيب يلا بقى نسمع نشيد الرمبانه. رمانه حمرا حمرا نكره عمرا. ونبدا نخوض. احنا مالنا ومال الولاد؟ احنا عايزين الفاكهه وفلوسها دي. طب تعرف بابي مين؟ ما تعملش كده. طيب بس يا ما نعرف بابي ابو انا عاد. تعرف مين يا ست؟ خلطينا بلا بابا بلا بابا. يا ست خلص يا هنسى لو تكرمت. ماشي هنسى. طب هات دولا. اتفضل. لا الكرام بقى استنى يا عم ده وافري مونيكير. اتفضل اتفضل سنة كده خش ماشي. خش معلش عشان يا واحدة حاجة اقول لحضرتك. هات الحاجات دي هنا. ايوه يلا بقى ادلقهم هنا. اتفضل. ايوه الفاتورة هذا الفاتورة ادلقهم هنا. ايوه ما يكسر الازاز. لا ما يكسرش بس بالراحة. هو انت لازم تبقى عنيف. دي كسرت البيت. الفعل دي الفعل دي ايه؟ مش كرومبايا دي كرومبايا. طب ممكن خليك ماسكها ثواني. دي ايه؟ خياره. برافو عليكي نشيد الخياره. خياره خضرا خضرا. لا 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 وحش 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 وحش. خياره خضرا خضرا ناكلها عنا عنا. خياره خضرا خضرا ناكلها. مع القبس يعني برافو 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 برافو. كنت هينة وعزيمة ممتازة يا لسا. نعم لو سمحت الحساب. ايه ده الحساب؟ عايز امشي بس. يعني ايش تعمل؟ بدرب الاولاد تروح قايل لي كده؟ حضرتك ماشي بس انا ورايا شغل عايز اروح. انت عارف عملت ايه دلوقتي حضرتك؟ قطعت ذهن الاطفال عن التحصيل. يعني ازاي يعني؟ يعني الطفل ذهنه عامل عارف انت الشفاطه؟ بترميله بيشفط. فالطفل وانا برميله معلومات وبيشفط حضرتك رحت قاطع الاسترسال. دي ايه؟ مش عارفه. بسنجان. برافو شاطره. يلا نشيد البدنجان. الخضار دايبه من المحل. مش انت اللي متصل لحضرتك؟ ايوه. وقلت نقي خضار كويس. ايوه. ونقيته لي كويس. أيوة. يبقى بتديني فلوسي. وبانتهاء فقره الطماطمايه تنتهي حصه الخضار كلها. تحيه كبيره للخضار. وتحيه كبيره قوي لعمو اللي جاب الخضار. عمو الجميل ده يكسب ايه؟ بونبونيه. يكسب ايه؟ بونبونيه. يكسب ايه؟ بونبونيه.
انا سلطتك الرب. وبكده حضرتك تاخد البونبونية دي كدوم من الاطفال بيحيوك على العلم اللي حصلوا عليه. وتفضل حضرتك خد بتاعتك كلها واتكل على الله. خد الخضار. ازاي يعني اخد الخضار؟ تاخده خلاص. لا ما ياخدوش. ازاي ياخده؟ ازاي يعني؟ اصل انا كنت جايب الخضار ده من حضرتك عشان اشرح عليه درس. ازاي يعني انا ارجعه ازاي دلوقتي؟ ارجعه ازاي؟ انا ارجعه ازاي؟ يكفي ان انت كسبت بونبونية. بونبونية دي بتاع البونبونية بتاعتك يا ما عايزهاش. كده ما عايزهاش. انا عايز فلوسي. انا زعلان انا منك. كنت هجيبك الحصه بتاعت الفاكهه مش جايباها. حصه ايه بس؟ انا اجيلك في حصه فاكهه تاني؟ انا اجيلك في استنى دلوقتي وتقولي لي خد خضار وارجع. اجيلك في حصه فاكهه ازاي؟ ازاي؟ خد بقى البونبونية بس اوعى تاكلها. احتفظ بيها دي ذكرى جميلة. عايزك بقى ايه؟ تشيل الفاكهة اللي انا شرحت عليها دي وتروح. الم الفاكهة ليه؟ تلمها خلاص. انا خلصت شرح عليها. هو انت كنت جايب الفاكهة عشان تشرحها عليها ولا ايه؟ ايوه كنت جايبها عشان كده. دي مش مشكلتي انا عايز فلوسي. فلوسي ايه؟ مش شغالين عندكم نطلع وننزل. لا يا ولد انت مالك؟ في ايه؟ مالك؟ عرضتها قوي كده ليه؟ انا ما بعرضهاش. انا كده على طول. تشتشها ما تعرضهاش. مش منجد لمؤاخذه. ايه؟ مش منجد. يعني ايه مش منجد؟ عايز فلوسي. كان شكلك بنت على كويس. لا كويس. دلوقتي مش بنت على كويس. لغايه دلوقتي انا ما جلبتش ولا اتغيرت. بقول لك ايه؟ انا عايز بخ بخ بخ. ما بخافش انا من الحاجات دي. حركات ماليش فيها من الحاجات دي. انا بخ بخ بخ. لا ما بخش ولا حاجه. ايه اللي راجل راجل ايه اللي ادب على انصر؟ لا ما انا مؤاخذه انا ما بجيبش ادب. شفت بقى انت عملت ايه في نفسك؟ عملت ايه؟ قطعت رزقك. كنت هجيبك في حصه الخضار. وانت مين عايز يشوف وشك ده؟ ايه؟ احنا هننزل من جنبكم اذا كان. اذا كان؟ ايوه. يعني خلاص بعت البيعه؟ خلاص ايوه خلاص هبيع لك ولا اشتري منك تاني. خدوبت على كده. مش هامك يعني؟ مش هاممني ولا مخلص حاجه. احنا صعيدي مش هتسيب ترمس. لا خلاص ما خدناش حقنا. هاخده منك كده. ايوه طبعا. ايوه حاضر ماشي. حاضر دلوقتي هستأذن حضرتك. اللي حصل ده اتصور. ماشي. لو حضرتك عايز تذيع قول ذيع. مش عايز تذيع ما تذيعش. لا ذيع براحتك. لا ذيع. لا ذيع. ذيع. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية.